بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس دعا کو ایک بار صرف 10 منٹ سن لے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دکان، کاروبار، گھر اور بزنس میں تمام تر کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور جہاں بھی یہ دعا چلے گی وہاں پر برکت، رحمت اور بے حساب رزق آئے گا. تو آج ان دعاؤں کو ایک مرتبہ ضرور سنیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رزق میں بے پناہ برکت ہونے لگ جائے گی. لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم نصر من اللہ وفتح قریب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وارزقنا وانت خیر الرازقین یا ودود یا محمود یا مبود. سبحان اللہ العظیم وبحمدی اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مرک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین رب ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بصری یا رحیم یا رحمان. لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ سبحان الغنی العظیم سبحان الملک القدوس سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ العظیم وبحمدی سبحان اللہ وبحمدہ عداد خلقی ورضا نفسہ وزینۃ عرشی ومداد کلماتہ. استغفر اللہ ربی وارحمنی استغفر اللہ واسألہ التوبہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
या अलीमु या हलीमु या करीमु या खालिकु या बारीयु या मुसव्विर, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुभानर्रहमानिर्रहीम, सुभान रब्बिल आलमीन, सुभानल जब्बारिल मुतकब्बिर, या वहाबु हबली मिन नीमति दुनिया वल आखिरत इन्नका अंतल वहाब, अल्लाहु लतीफुन बि इबादिही यरजुकु मन यशाउ वहुवल कवीयुल अजीज, या हय्यु या कयूम, या हय्यु ला यमूत, या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंता, या जल जलाली वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका वअज़ाइमा मग़फिरातिक वलगनीमत मिन कुल्ली बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्ली इस्म, ला तदाली ज़म्बन इल्ला गफरता वला हम्मन इल्ला फरजता वला हाजतन हिया लाका रिदन इल्ला कदैतहा, या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, व हुव अला कुल्ली शैइन कदीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभानल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़ना मा अल अब्रार, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना وكنا عذاب النار، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون،
هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.